بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة. النهاردة هنتكلم عن الفنانة العظيمة القديرة كوكب الشرق، أم كلثوم. طبعا أنا ما لقيتش أفضل ولا أحسن من الأستاذ معتز سعد المؤرخ. طبعا أنتوا عارفين دايما جايلنا بالتفاصيل وكل جديد، والمرة دي حاجة مختلفة جدا لأن المرة دي ميلاد. فطبعا هو عنده كل الكواليس وكل التفاصيل بتاعت أي فنان بتحفنا بيها على طول. أستاذ معتز أهلا بيك، أهلا بحضرتك منورني. وبكل المشاهدين، أهلا أهلا بيك. بيك. كلمنا عن كوكب الشرق أم كلثوم، بدايتها كانت عاملة إزاي؟ هي اتولدت يوم 31 ديسمبر 1898 في محافظة الدقهلية، قرية صغيرة اسمها طمي الزهيرة. نشأت في بيت بسيط جدا، والدها كان الشيخ إبراهيم البلتاجي وأخوها الشيخ خالد، وكانوا أسرة بسيطة مصرية ريفية. والدها حفظها القرآن الكريم في الكتاب من وهي عندها 7 سنين تقريبا، حفظت القرآن الكريم كله. وبداية حياتها طبعا لما والدها كان يعني مشهور جدا انه بيغني تواشيح، وكان بيقول موالد، وكان بيحضر حفلات في مولد النبي وحفلات من دي، كانت بتتعمل زمان وكانت معروفة. سمع صوتها بالصدفة وهي بتدندن كده مع العروسة بتاعتها في البيت، حس ان هي فيها موهبة، ابتدى اللي هو يحفظها التواشيح الدينية. وهي طبعا اتعودت على النطق اللغة العربية بالطريقة السليمة الصحيحة لأنها حفظت القرآن الكريم، فكانت حفظ التواشيح والحاجات دي كلها مسألة بسيطة بالنسبة لها. بس كان الأستاذ الأول ليها هو والدها اللي تبناها وتولاها هو وحفظها اللي كل شيء. هي عندها موهبة بالظبط. ومن هنا بدأت انطلاقة أم كلثوم كطفلة صغيرة بتحضر مع أبوها، بتسنده معاها وهو معاها في كل مكان بتروح تنشد فيه الأناشيد الدينية. طبعا هي جت هنا سنة 1921، طبعا. صح كده؟ ايه الصعوبات بقى اللي واجهتها بعد كده؟ في الوقت ده كان في طبعا مطربات كتير ومطربين كتير يعني بيغنوا الاغاني اللي هي كانت شويه بسيطه او خليعه الى حد ما، يعني زي مثلا عبد اللطيف البنا، السيده منيره المهديه، فاطمه سري، الناس اللي هي كانت اغانيها خليعه شويه او ما هيش كلام محترم او كلام راقي. لما جت بقت هي المختلفه يعني، حاسين ان هي وحتى الجمهور في الوقت ده كانت الاسطوانات بتاعت الكلام البسيط ده، يعني تعالى يا شاطر نروح القناطر، ارخي الستاره اللي فرحنا، وكلام كده يعني تقدري حضرتك تقولي اللي هو كلام فارغ ملوش معنى. هي بقى طبعا بيغنوا اغاني دينيه وتواشيح دينيه، فكان امر صعب جدا اللي هي تقدر تقول الاناشيد دي وتنشد في الاماكن وتخش في منافسه بين المطربين والمطربات في الوقت ده. حتى الجمهور كان بيعترض على اللي هي بتقوله، بس هي كانت هي ووالدها مؤمنين بان الفن رساله، لازم يقدموا حاجه محترمه للفن للجمهور عشان يكون فن هادف محترم. وده أصولها طبعا إنها نشأت في أسرة دينية وحافظت القرآن، فده كان أسباب اللي هي لازم بتغني حاجات قيمة محترمة من أول يعني بدايتها. يعني في الأول قابلت صعوبات كده في الأول جدا على بال ما جدا، ثبتت الجمهور نفسها. نفسه كان بيتخانق معايا يقول لا إيه اللي أنت بتقولي ده، غنوا لنا حاجة بسيطة، عايزين خد الإزازة واقعد لعبني، عايزين غني لنا يا ليل يا عين، حاجات بقى اللي هو الكلام كان في الوقت ده مشهور في فترة العشرينات. طيب كان في شخصيات كتير في حياتها معروفة عايزين نعرف برضو نتكلم عليها شوية، الشيخ ابو العيلة والصنباطي، كان في كذا شخصيه كده. اول معلم ليها بعد والدها الشيخ ابو العيلة محمد، هو اللي ادالها كمان القصائد اللي هو كان غناها وعملها في اسطوانات زي افديه ان حفظ الهوى وغيري على السلوان قادر، والقصائد المحترمه اللي باللغه العربيه الفصحى. خلاها تغني الحاجات دي كلها وتنشدها في اماكن عامه، وكمان عملتها في اسطوانات تبع شركه بيدافون. والاغاني دي يعني في الوقت ده لقت اقبال عليها، بدات تشتهر واحده واحده. فكان المدرس الاول ليها بعد والدها هو الشيخ ابو العيله محمد. وحتى في حادثه حصلت يعني وهي اليومها كانت بتبكي قوي، كان الشيخ ابو العيله محمد عنده حفله وبيغني القصائد والكلام المحترم، الجمهور اتخانق معاه قال له انزل مش عاوزينك، وطلعوا عبد اللطيف البنا اللي كان بيغني اغاني بسيطه وكلام يعني ملوش معنى. وكان الجمهور حب كده، ليلتها هي قعدت تبكي جدا تقول له بقى انت تنزل يا شيخ ابو العيله اللي بتقول الكلام المحترم. ويطلعوا اخد هو بقى الموضوع ببساطه، قال لها وماله الجمهور عايز كده، الناس بتنبسط من ده خليهم ينبسطوا. انما هي كان عندها اصرار من وهي صغيره ان لازم تقدم فن هادف محترم راقي يفيد
المجتمع. ما تمشيش بقى مع الجو مثلا، انت عايز اغاني معينه هايفه كده، هو لا ده بيقولوا في الوقت ده يعني اثناء الحرب العالميه والحاجات دي الجمهور كان بيميل للحاجات دي قوي، واسطوانات الحاجات دي كانت بتتباع كتير قوي، يعني اعلى نسبه اسطوانات للكلام الخليع ده للاسف. سبحان الله. طيب بقى في شخصيات تاني زي برضو القصبجي. طبعا ده بقى اول واحد يعني تعاونت معاه وشاف اللي هي يعني هو حبها، حبها عاطفيا وحبها فنيا، وتولاها وعلمها وعمل لها كمان أغنية اسمها لو كنت سامح وانسى الأسية سنة 27. الأغنية دي يعني كسرت الدنيا، وكانت هي رقم واحد مبيعات أكتر من المطربات اللي قبلها زي ما منيرة شاء الله. المهدية وفتحية أحمد والناس الكبار دول، كانت اسطواناتهم رقم واحد. هي بقى اسطوانة لو كنت سامح وانسى الأسية اللي لحنها لها الموسيقار محمد القصبجي، وهو يعتبر برضو أستاذها، كسرت الدنيا وابتدت الأنظار كلها مع المطربة الجديدة أم كلثوم إبراهيم. ده كده. طيب والسنباطي؟ الصنباطي في مرحلة متقدمة، بس هي كانت يعني لكن طول الوقت كان الأصابع. والأستاذ طبعا الشاعر الكبير أحمد رامي تولاها طبعا. وغنت له هي أغنيته اللي كان كاتبها للشيخ أبو العلا محمد الصب تفضحه عيوني. والحقيقة برضو يعني كان هو زي أستاذ ليها، كان باستمرار بيجيب لها كتب تقرأها عشان يزود موهبتها ويعلمها ويثقفها، وكان يعني كانوا كل دول محيطين بيها، حبهم في موهبة مختلفة متميزة بتنشد الكلام بتقول اللغة العربية النطق صح. بس احمد رامي برضو حبها عاطفيا. ما فيش شك في برضو. ده طبعا، وده كان سبب إلهام يعني. هي بعد لما توفت كسر الألم بتاعه وقال مات شعري يوم موت أم كلثوم، وما كتبش ولا كلمة بعديها. بعد رحلها. آخر حاجة كان كتبها لها هي أغنية يا مسهرني سنة 72، ولحنها طبعا الموسيقار الكبير سيد مكاوي. فكانوا كل دول محيطين في مع كوكب الشرق ام كلثوم في بدايه حياتها، والاستاذ محمد القصبجي عمل لها اغنيه لحد دلوقتي بنشوفها ونسمعها نقول ايه العبقريه دي، اللي هي طبعا. اغنيه رق الحبيب، ابدع فيها جدا 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 في التوزيع وفي الاداء وفي السولو، يعني العود يعزف لوحده والكمانجه تعزف لوحدها. بس للاسف هو ما كانش يعني مقدر في حياته، انما دلوقتي وبعد وفاته الناس كلها بتقول اللي هو فعلا جدد في الموسيقى وغير في الموسيقى وقدم اشكال والوان مختلفه في الموسيقى العربيه. طيب احنا معانا مداخله الفنانه القديره سوسن ربيع. مدام سوسن اتفضلي. صباح الخير عليكم. صباح الخير، ازاي حضرتك؟ صباح الخير على حضرتك وعلى كل ضيوفك. صباح الخير اهلا معتز، وسهلا بيك. اهلا بحضرتك يا مدام سوسن، مبروك منور مسرحيه الدنيا المتفائل. وكل الضيوف. اهلا بيك. اولا اهلا، بنبارك لك على مسرحيه المتفائل. ربنا يخليك، ربنا نورونا في اسكندريه. ان شاء الله، لازم باذن الله يا فندم. ان شاء الله. كلمينا بقى، احنا كده ذكرى ميلاد الفنانه ام كلثوم، كلمينا طبعا. كده اتفضلي. طبعا الحقيقه انا يمكن وانا صغيره ما كنتش من عشاق الست، ما كنتش لسه بعي الكلام اللي هي بتختاره ولا الالحان ولا الصوت، لكن الحقيقه بعد شويه كده لما بلغت سن المراهقه وتخطيته بشويه كده انا بقت عشق الست. يعني انا شخصيا ما بقدرش انام الا لما اسمعها، اسمعها وانا سايقه، اسمعها وانا انام على صوتها. ام كلثوم قيمه وقامه كبيره جدا طبعا. جدا. ام كلثوم يعني انا مش بس للمصريين، للوطن العربي كله. يعني انا مش عارفه احنا كنا من غير الست ممكن نعمل ايه، ومن غير اغاني الست كان في ذكاء شديد جدا عندها في اختيار الكلمه، اختيار اللحن. الحقيقه كانت بتنتقي الكلمات اللي بتقولها كويس قوي. ام كلثوم يعني احنا مش هنقدر نقيمها ابدا، ولا حد فينا يجرؤ على تقييمها، لكن اقدر اقول ان ربنا بعت لنا الست. اكيد. اكتر الاغاني اللي بتحبها لها ايه؟ الحقيقه يمكن انا دايما بحب لها سيره الحب، اسال روحك. انا الحقيقه بحب كل اغانيها طبعا، يمكن فات الميعاد، غدا القاك، يعني انا الاطلال طبعا انا بحب لها كل طبعا الاغاني بصراحه. يعني طبعا. انت نورتينا بمكالمتك، تحبي تقولي ايه للاستاذ معتز؟ الحقيقه بقول للاستاذ معتز انت طبعا منور الدنيا طبعا. انت فنان جميل وموهوب، وان شاء الله ان شاء الله قريب قوي هنشوفك في حاجات كتير كويسه وجميله ان شاء الله. حلو قوي طبعا ان انت برضو كمان كمؤرخ
بتقدم جديد بالنسبه لنا، ان شاب يبقى في السن ده ويبقى مؤرخ كمان، يعني دي اكيد بيوصلوا لها ناس بعد مراحل كتيره جدا. أكيد. فانت ما شاء الله عليك، يعني يا رب دايما موفق، ويا رب من نجاح لنجاح. ربنا يا يخليكي، رب. بشكر حضرتك جدا على الكلام الجميل ده، الحقيقة بشكرك جدا جدا. مدام ميرسي، ميرسي ليكم، ميرسي ليكم، صباح الفل عليكم. شكرا، صباح الفل، وشكرا لاتصالك مدام سوسن. طبعا مدام سوسن بنشكرها على فنانة قديرة اتصالاتها. بعزها جدا جدا طبعا، اكيد. طيب احنا هنتكلم بقى، كلمنا كمان شويه عن حياتها بقى الانسانيه، الحياه الخاصه بتاعتها كزوجه، وحياتها في الحياه العامه مع الناس. عايزه اقول لحضرتك ان هي من اول بدايتها لحد وفاتها وهي في اوج مجدها، لحد الان هي في اوج مجدها، بس حياتها الاسريه كانت بسيطه جدا جدا جدا، يعني ما تحدش يصدق ان ام كلثوم البسيط العظمه دي كلها سيده الغناء العربي يكون حياتها بسيطه كده، يومها بسيط جدا، بتقرا القران الكريم الصبح وبعدين تصلي وبعدين تفطر حاجه بسيطه، تهتم باسرتها وباولاد اخواتها، ويعني كانت برضو زوجها الدكتور حسن الحفناوي يهتم تشوف طلباته وبعدين تقرا وتشوف شغلها، كانت برضو مثقفه لاخر لحظه، تحب تقرا، تحب المطالعه، تشوف ايه الجديد، تقدم ملحنين جداد، تقدم شعراء جداد في الوقت ده، يعني كانت قادره انها تجدد من نفسها وتجدد من الفن اللي بتقدمه، لانه طبعا في الاول وفي الاخر دي رساله لازم تكون مفيده للمجتمع وتتعامل عادي كزوجه وفي وأم البيت عادي وكل حاجه. اه طيب، كان دايما في كده حاجه بتتقال، عظمه على عظمه يا ست، دي ايه قصتها؟ الحكايه دي قصتها ان الحاج سعيد الطحان ده احد يعني التجار الكبار في مدينه طنطا. دي صورته. كان باستمرار بيحضر كل حفلات ام كلثوم تقريبا، وهو اللي كان دايما يقول لها عظمه على عظمه يا ست، بنسمعها جدا في كل اغانيها، لحد ما فتره ابتعد وما بقاش يجي، لفت نظر ام كلثوم ان بطل يجي، سالت عليه ابن اختها اسمه محمد الدسوقي، كان مدير اعمالها، قالت له الحاج سعيد فين؟ هو قدر يتواصل ويعرف ان تجارته خسرت وظروفه الماديه يعني كانت متعثره شويه. عرفت مكانه وراحت له وسددت له الدين اللي كان عليه، وقدرت اللي هي يعني تدي له الحياه مره تانية في انه يعني يشتغل ويقف على رجله تاني. الانساني ده يعني موقف انساني جدا جدا، هي انسانه يعني رقيقه المشاعر جدا، وعلى فكره ام كلثوم يعني احنا بنشوفها كده واقفه قويه، هي كان دمها خفيف جدا جدا جدا، وبتحب تهزر وبتحب الناس وبتحب جمهورها وبتحترم جمهورها، فيعني موقف انساني من الحاج سعيد ده، يعني ما قدرتش اللي هي تشوفه في ازمه وتقف ساكته، قدرت اللي هي تتغلب على مشكلته وتوقفه مره تانية على رجليه عشان يقدر يعيش حياه كريمه لاخر لحظه. طب ايه علاقتها بالفنان الموسيقار عبد الوهاب؟ لقاء السحاب طبعا ده يعني هو في بدايتهم كان المفروض في اكتر من تعاون، كان حتى اللي بيفرضوا عليهم الاستاذ يعني طلعت حرب، طلعت باشا حرب، كان عايز يجمعهم مع بعض في عمل بس لم يوفق، لحد ما مرت الايام ومرت السنين، اللي امر بكده او اللي طلب منهم كده الرئيس جمال عبد الناصر ان هم يقدموا عمل مشترك بينهم، حاجه سوا. وكان هو لقاء استحاب اغنيه انت عمري، كلمات الشاعر الكبير احمد فؤاد كامل، وقدر اللي احمد شفيق كامل عفوا، وقدر الاستاذ محمد عبد الوهاب يقدم لحن عبقري جدا طبعاً جدا طبعاً عايش لحد دلوقتي، ودخل الات جديده الجيتار والاكورديون، وقدرت اللي هي كمان تجدد من اسلوب ادائها، وعشان كده اغنيه انت عمري لحد دلوقتي هي من سنه 63 لحد دلوقتي بنسمعها وبنقول ايه العظمه دي في الاداء وفي اللحن وفي كل شيء والكلمات العظيمه يعني خالص، بتحس ان كل ما بتسمعها لا كانها دي كانت اول بدايه بينهم، وبعدين تعاونوا في اكتر من لحن زي هذه ليلتي، غدا القاك، ليله حب، يعني كان بينهم تعاون بعد كده في اكتر من عمل، دارت الايام برضو كانت لحن الاستاذ محمد عبد الوهاب. احنا معانا صور عايزين نعلق عليها كده على الشاشه. ده اثناء لقاء السحاب مع الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، الصور يا شباب. وقدرت تقدم نوعيه جديده برضو مع شوفي البساطه بقى، بتروي الحديقه في الفيلا عندها بنفسها، يعني كانت حياه بسيطه، دي في المصيف المفضل ليها في راس البر، كان باستمرار بتحب تروح راس البر دايما تغير جو، وكان هو المفضل. دي صورة نادرة ليها من غير نظارة سوداء. حقيقي في السن ده في الوقت ده على طول النظارة. لأن كانت أصيبت بمرض الغدة الدرقية، فكان عينيها تعبانة، فكانت دايما لابسة نظارة سوداء. وقدمت مجموعة من الأفلام برضو، دي مع ملكة الاستعراض المسرحي بديعة مصابني في لبنان سنة 69.
صورة جميلة جدا دي. طبعا. طيب الفنان عبد الحليم حافظ كان في حفلة كده قالوا ان الحفلة دي سببها ان هم اختلفوا سوا. هو مش اختلاف، هو كانت حفلة الثورة احتفالية بمناسبة عيد الثورة سنة في 23 يوليو. الست أم كلثوم طبعا كانت هي أول بيبتدوا الحفلة. أول حفلة، فبعدين خدت جزء من وقت عبد الحليم، فطلع هو على المسرح بعديها قال مش عارف كان شرف ليا أن أكون بعد الست ولا مقلب شربته، انما هي ما اعترضتش خالص يعني، كانت بتاخد الموضوع ببساطه، انما وقتها هو حس بغلطته واعتذر ليها رسميا في الجرائد وراح بنفسه، وبعد كده يعني هي عدت الموضوع، وفي اكتر من صوره بتجمعهم مع بعض في حفلات مختلفه وفي اللقاءات وفي افراح. هي كانت بسيطه جدا وما بتزعلش وبتحب الناس كلها وبتحب فنها. من اقرب الشخصيات اللي قريبه من الوسط الفني طبعا هي كانت فيلتها في الزمالك شارع ابو الفداء، مظبوط، وكان جيرانها زوزو حمدي. زوزو حمدي الحكيم والفنانه الكبيره زينب صدقي كان بينهم صداقه جميله جدا، وكمان كانوا بيتزاوروا من الوقت للاخر، وكمان كان يعني لاخر لحظه في حياه ام كلثوم مرتبطه قوي بمدام زوزو حمدي الحكيم، وزوجها طبعا الشاعر الكبير الدكتور ابراهيم ناجي اللي كتب قصيده الاطلال، زوج الفنانه زوزو حمدي الحكيم، ولحنها الموسيقار الكبير رياض السنباطي، وقدمتها ام كلثوم سنه 66. قصيده الاطلال دي لحد دلوقتي الناس بتحبها. راحت عملت، احنا هنرجع للقصيده دي بس معانا تليفون، معانا الباشمهندس محمد شعبان. اهلا وسهلا، اتفضل. الو الو، مساء الخير. مساء النور. احب ارحب بيك وارحب بفريق الاعداد والساده المشاهدين. اهلا وسهلا يا فندم. مع كل المهندس محمد شعبان. اهلا وسهلا يا فندم، ازاي حضرتك؟ حلقتكم جميله جدا، بتتكلم عن قيمه كبيره فنيه عن الست ام كلثوم. اكيد طبعا. يعني انا من البدايه كده احب اقول ان معتز انا اعرفه معرفه شخصيه من الشخصيات الجميله اللي بعتز بيها وبعتز بصداقتها، انسان مكافح يعني، ربنا يوفقه يا رب. ربنا يخليك. بتحب بقى انت دلوقتي قول لنا اغاني كوكب الشرق، بتحب لها اغاني ايه؟ بتحب افلام ايه؟ كلمنا كده عن حياتك كده مع الجزء بتاع ام كلثوم. والله اغانيها كتيره جدا ما شاء الله، يعني دارت الايام، الاطلال، انت عمري طبعا، حاجه قيمه كبيره. احب اقول لكم بس ان انا اتربيت في بيت كانت والدتي ووالدي دايما بيجمعوا الساعه 5 على شاي الساعه 5 واغاني ام كلثوم، وبيجمعوا قرايبي دايما يوميا في البيت على كده. ايوه. ف يعني كانت قيمه كبيره الواحد يعني كان يحب يسمعها ويتجمع بالاسر ويتانس بيهم، وحاجه جميله ما شاء الله. طبعا ما ننساش دور ام كلثوم في الحفلات اللي كانت بتعملها للدولة والمجهود اللي كانت بتقدمه. حقيقي. والحفلات اللي كانت بتعملها مجانا في الدول العربية. حقيقي. دعم لمصر. فكانت قيمة كبيرة يعني. حضرتك بقى طبعا نورتنا بمكالمة حضرتك، بس تحب تقول ايه للأستاذ معتز؟ معتز ربنا يوفقك يا حبيبي ويقدم لك كل الدعم، احنا كلنا حواليك، انت مجتهد وشاطر في شغلك، عندك حس فني وثقافة فنية كبيرة، ربنا يوفقك. ربنا يخليك، انا بشكر حضرتك جدا، ده كتير والله عليا، بشكر حضرتك جدا جدا يا باشمهندس، شكرا مرسي لحضرتك. ميرسي يا معتز. باشمهندس محمد شكرا على اتصالك. ميرسي جدا. ميرسي حضرتك. تعقيبا للي قاله الباشمهندس محمد، هي فعلا ام كلثوم كان ليها دور وطني كبير جدا. حقيقي. جدا بعد نكسه 67 قدرت اللي هي تخلي الهزيمه لانتصار، ان صوت مصر موجود، وهي كانت اعظم سفير لمصر في الدول العربيه والاوروبيه. يعني حضرتك لما تشوفي عملت حفلات في مصر في دمنهور وفي اسكندريه والمنصوره ولفت مصر كلها دعما للجيش المصري، عملت حفله كبيره جدا في فرنسا خدت 14,000 استرليني اتبرعت بهم كلهم لصالح المجهود الحربي. ومن الحاجات الجميله قوي ان لما بتروح فرنسا الاعلاميه القديره سلوى حجازي سالتها ايه اكتر حاجه لفتت نظرك هنا في فرنسا؟ قالت لها المسله، عشان بتاعتنا جزء من بلدنا، يعني حتى وهي في فرنسا بتحب اي حاجه من ريحه مصر. وعملت حفلات في الدول العربيه كلها تقريبا زي تونس والمغرب والجزائر ولبنان وليبيا، فالحقيقه كانت هي اعظم سفير لمصر في الدول العربيه كلها.
فيعني مجهود من فنانة مصرية أصيلة لصالح بلدها، لدعم جيش بلدها وتسليح الجيش المصري، فدور وطني جدا. يعني أتمنى كل حد يكون زي ام كلثوم او ياخدها قدوه. يعني حته الوطنيه وحاجه، مش كل حاجه طبعًا فلوس وماده. بالظبط. احنا معانا صوره ليها وهي في باريس. الصوره يا شباب. الصوره دي لها حكايه جدا جميله. دي في حفله باريس كانت بتغني اغنيه الاطلال، قصيده الاطلال الجميله. فاحد الجمهور من حبه في ام كلثوم جري على المسرح عايز يقبل رجليها، يبوس رجلها. الامن طبعا شده، فهو كان ماسك رجليها، فهو الامن بيشده، وقعت هي لانه كان ماسك في رجليها. فبعدين الناس تصوروا ان هي تلغي الحفله او تنزل الستار. شوف بسيطتها قد ايه، هي بسيطه. كملت وقامت وقفت وغنت بقى، بدل ما تقول هل راى الحب سكارا مثلنا، قالت هل راى الحب سكارا مثله، وبصيت له في الحفله. وبعد الحفله الامن يعني كان يعني حاول يأذيه او حاجه، قالت لهم بس انا عايزه اتكلم معاه. قالت له انت عملت كده ليه؟ طلع اللي هو بقاله شهرين بيحوش فلوس تمن التذكرة عشان يجي يحضر ام كلثوم ويشوفها، يعني بيحوش من قوته ومن مصاريفه. فاللي هو عايز يحس ان هو شافها. فهي يعني قدرت ده جدا وشكرته اللي هو عمل كده، فقالت له انا موجوده، ما كانش في داعي تتعب نفسك وتعمل كده وما فيش حاجه خالص، وخدت الموضوع ببساطه برغم انها وقعت جامد يعني. طيب احنا معانا مداخله، استاذ محمد علي اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يخليك. اتفضل. أحب أشارك لذكرى السيدة أم كلثوم. معلش وطي التلفزيون شوية. ماشي يا فندم. أيوة كده كويس. اتفضل. السيدة أم كلثوم من أحلى المطربات اللي عدتها لفترة الزمن الجميل يعني. أكيد أكيد طبعا. بتحب لها أغاني إيه يا فندم؟ فات الميعاد وأنت، فات الميعاد وأنت عمري، والأطلال، وأنت الحب. أكيد. طيب يا فندم شكرا على اتصالك، وكمل معانا بقى بقية الحديث عن الفنانة الكبيرة أم كلثوم. طيب إحنا وقفنا عند نقطة الاطلال، الاغنيه بتاعت طبعا الاطلال، عايزين نكملها كده لان طبعا الاغاني طبعا من القصائد اللي عايشه لحد دلوقتي، لان دايما هقول لحضرتك الاغاني الخفيفه او اللي لها مده معينه بتنتهي، انما القصائد هي اللي عايشه وعايشه وعايشه. كمان ما ننساش ام كلثوم لما دخلت السينما سنه 35 وعملت اول فيلم ليها وداد، وبعد كده قدمت 6 افلام سينمائيه غنائيه، لان في الوقت ده كانت بتدعم السينما، كانت السينما الناطقه طالعه جديد، والافلام الغنائيه لاول مره بتتقدم، كان اول فيلم الورده البيضاء للموسيقار محمد عبد الوهاب. هي كمان دعما للسينما عشان السينما تتنشط كده، عملت افلام 6 افلام، وداد، نشيد الامل، عايده، سلامه، دنانير، واخرهم كان فيلم فاطمه مع النجم الكبير انور وجدي، وغنت فيه مجموعه جميله جدا من الافلام، من الاغاني، اصون كرامتي، هقابله بكره، واغنيه يا صباح الخير يا اللي معانا، اللي كل يوم طبعًا لازم بنسمعها، بتدينا تفاؤل وبتدينا بهجه وبتدينا حب للحياه. طب نجحت في التمثيل زي النجاح نجاحها في الغنى؟ اكيد طبعا. لان كوكب الشرق ام كلثوم كانت بتختار القصه كويس، بتختار الاغاني كويس، الاخراج، بتختار مخرجين على مستوى كويس، فكل ده عوامل للنجاح. طيب في حاجات مهمه كده كانت طقوس عندها، يعني زي المنديل، النضاره، الحاجات دي عايزين نعرف. والله اقول لحضرتك على حاجه، المنديل هي كانت بتخاف وبتتوتر وبتعرق ومن مقابله الجمهور، برغم انها قويه لانها يعني بتضعف قدام الجمهور. يعني الناس متخيله دي عاملاها حركه شياكه يعني. لا كان حتى الموسيقار الكبير بليغ حمدي لما لحن اغنيه الف ليله، شافت ان المقدمه، شاف ان المقدمه طويله، قال لها نقصرها شويه يا ست. قالت له لا انا ببقى خايفه ومرتبكه، سيبني لما اخد كده على الجمهور. فبتبقى متوتره، شوفي، برغم انها قمه طبعا، لانها لاخر لحظه كانت بتخاف من مقابله الجمهور وبتخاف من مواجهه الجمهور، يعني احتراما لجمهورها ولفنها الراقي. فعشان كده هي كانت بتتعرق وبتخاف وبتقلق، فكان المنديل يعني بيهديها شويه. طيب النضاره، النضاره لان اصيبت بالغده الدرقيه، وفي الوقت ده كان تقريبا ما فيش علاج، فاثر على عينيها، فعشان على شكل عينيها. فعشان كده كانت باستمرار الاضاءات والحاجات دي بتتعب عينيها، فكانت لابساها باستمرار في اي مكان بتروح فيه.
تمام. طيب الأسرة بقى، دور الأسرة ككل كانت عاملة معاهم ازاي، وهم برضو عاملين معاها ازاي، وفي القرية عندها في مكانها بعد بقى ما جت هنا في الزمالك، هل بقت تزورهم بتودهم ولا لا خلاص العلاقة انقطعت؟ لا طبعا، هي الحقيقة كانت عشرية جدا وبتحب أهلها في طماي الزهيرة. حتى كانت في عز مجدها لما كانت بتروح طماي الزهيرة، كان يعني الفلاحين والناس الجميلة دي لازم بتتعزم في كل بيت وتاكل، لو ما كانتش تبقى إهانة ليهم. فكانت لحد ما هي في قمة مجدها كانت بتروح لهم وتتعزم في البيوت دي حبايبها وأصحابها. وكانت هي تقريبا هي لم تنجب، بس تعتبر ولاد اخواتها هي اهتمت بيهم، ولاد اخوها الشيخ خالد وولاد اختها سيده كانت هي بتهتم بيهم، وحتى اولاد الدكتور حسن الحفناوي كانت هي زي والدتهم برضو. فكانت هي مثال للعطاء، عندها اولاد وطول الوقت في اسره حواليه، وما حسيتش بالفراغ وبالوحده. حتى يعني اللي كانت بتخدمها في البيت احسان كانت بتراعيها جدا جدا، وكانت بتهتم بيها وتقول لها طلباتك ايه احسن، وكانت يعني حياتها يعني بسيطه جدا، ما كانت طيب عمرها ما حست بفراغ كده وبالوحده وانها ما عندهاش اولاد؟ لا خالص. يعني هي كانت محيطه باسرتها، فكانوا هم مليين حياتها ودنيتها وفنها طبعا قبل كل شيء. وكمان هقول لحضرتك على حاجه، كانت هي كمان بتشوف الفنانين الجداد تتعاون معاهم، بليغ حمدي مثلا في انساك شافت شاب عنده طموح ورشحه ليه الموسيقار محمد فوزي، قال لها في شاب جديد اسمعيه، وعمل لها انساك ده كلام وحب ايه اللي انت جاي تقول عليه، واغاني والف ليله، ويعني فكان بتشوف الشباب الجديد بس اللي يكون عنده موهبه تدعمه وتساعده. وشعرة برضه زي الاستاذ مأمون الشناوي، زي الاستاذ مرسي جميل عزيز، وحتى من بره مصر مثلا الهادي ادم الشاعر السوداني الكبير يعني، والشاعر الامير عبد الله الفيصل عمل لها برضه قصيده مشهوره قوي بس راحت عن بالي دلوقتي، اسمها ايه؟ غدا القاك اللي عملها لها الاستاذ الهادي ادم. انما عبد الله الفيصل عمل لها اللي من بريق الوجدة اشعلت نيراني هتيجي. هي من احب الاغاني ليها كانت ايه؟ اكتر اغاني هي بتحبها لها؟ والله هي كانت بتحب القصائد، يعني اللي عملها لها شوقي سال الرئيس الطلا، وطبعا قصيده الاطلال، فدي كانت احب الاغاني ليها. وعملت اغاني حتى الوطنيه، لان هي هقول لحضرتك حاجه، عملت اغاني وطنيه وعملت اغاني دينيه وعملت اغاني عاطفيه، فكانت هي شامله عملت كل حاجة. الاغاني اقول لحضرتك اغنيه مثلا يا ليله العيد انستينا اللي اتغنى سنه 1944 كتبها لها الشاعر احمد رامي، لحد دلوقتي ما نحسش ببهجه العيد الا لما نسمعها. فيعني كانت عظيمه، وتعاونت مع برضو الاستاذ بيرم التونسي وعمل لها اغاني من ابدع ما يمكن، هو صحيح الهوى غلاب والقلب يعشق كل جميل وغيرها وغيرها. فكانت هي متعاونه، وتقدري تقولي حضرتك انها جمعت العالم العربي مع بعض من خلال الجمهور العربي الجميل، ومن خلال الشعراء، ومن خلال الملحنين. فكانت هي مثال مشرف لفنانة مصرية أصيلة أكيد طبعا، ولحد النهاردة لسه وهتفضل يعني إن شاء الله ممدودة مسيرتها العظيمة. طيب آخر غنوة غنتها كانت غنوة إيه؟ هي آخر ثلاث حاجات عملتهم كانت آخر حفلة خالص يوم الخميس 4 يناير 1973 غنت أغنية ليلة حب، دي كانت اخر حفله ليها على المسرح. بعدين عملت اغنيه الاستاذ كانت حكم علينا الهوى، سجلتها بس في استوديو ما غنتهاش في حفله خالص. واخر حاجه بروفات بس اغنيه اوقاتي بتحلو، لحنها الموسيقار الكبير سيد مكاوي، وللاسف توفت قبل ما تسجلها. انما عندي البروفات بتاعتها وهم يعني بيعزفوها وبيدندنها معاه. فدي كانت اخر حاجه عملتها ام كلثوم. فيعني هقول لحضرتك ايه، يعني عظيمه في كل شيء طبعاً طبعاً. فنيا وانسانيا. في صوره كده منتشره للفنان عبد الحليم حافظ وهو بيقبل ايديها، دي بعد الصلح بقى بعد الصلح دي على طول بعد الصلح، بعد الموقف اللي حصل على طول. هي والله ما كانتش زعلانه، بس يعني هو حس ان هو غلط، فكان لازم اللي هو يعتذر ليها، واعتذر في الصحف وقابلها في اكتر من مكان، سلم عليها وقبل ايديها. فهي كانت عظيمة، فما تزعلش من حاجات بسيطة كده ولا في دماغها حاجة.
طب هي بالنسبة للعلاقة أصلا معاه، يعني هم أصلا كان في بينهم علاقة أو كده ولا كانت كان هو وقتها طالع سطحية؟ جديد في الخمسينات والستينات، إنما هي كانت في الفترة دي في أوج مجدها، القمة يعني، فكانت مش هتزعل من حاجات بسيطة زي دي، وهو كان شاب مندفع يعني، فما زالتش الموضوع. بالنسبة لأغانيها بقى اللي كانت بتغنيها في الدول العربية وكده، بالنسبة للسفر بقى والأغاني والدول، في دول كانت تفضل تروحها، في حتة تانية لأ؟ هي لفت العالم العربي كله تقريبا، بس كانت بتشوف ان الجمهور العربي كله اللي بيوحده القصائد، فكان باستمرار الجمهور بيطلب الأطلال، بيطلب سلو قلبي، القصائد اللي باللغة العربية، أقبل الليل، الحاجات دي كلها. فقصد أقول لك إن هو يعني فنها هو اللي باقي من تراثها العظيم ده. أكيد أكيد. آه، وفي برضه هي كانت يعني في حفلات المجهود الحربي مش بس أغاني وطنية بتغنيها، لا كانت برضه بتقدم أغاني عاطفية، بعيد عنك حياة عذاب قالتها في فرنسا مع الأطلال وأنت عمري. أكيد. كانت حفلات ناجحة جدا طبعاً. في الوقت ده، وكسرت الدنيا، واتكتب عنها في كافة الصحف العالمية، مصر والعالم العربي والعالم الأوروبي، عملت ضجة في وقتها جدا. وكل ده حبا في الوطن المصري العظيم، وحبا فيها في انها تدعم جيش بلدها. هي حاسه ان هي بتمثل مصر فعايزاها على دورها، احسن دور الفنان العظيم طبعاً. الفنان اللي بجد اللي يقف ويساند بلده ووطنه وقت الأزمات. اكيد طبعا. طيب هي علاقتها ايه كانت بالرؤساء؟ علاقتها بالرؤساء كانت طبعا في اعياد الثوره كانت لازم بتغني، وكان بالعظيم جمال عبد الناصر طبعا ادالها اكتر من وسام وتكريم، وايضا الرئيس السادات كرمها والملك فاروق، فهي كانت يعني مثال مشرف لفنانه عظيمه. طبعا طبعا اكيد. طيب هي يقال ان هي اتجوزت كذا مرة، فعايزين نعرف. لا، هي تزوجت مرتين. مرة الموسيقار محمود الشريف، والمرة الثانية من الدكتور حسن الحفناوي. وانا عرفت دوت من مصادر دقيقة جدا، وحد مقرب من اسرتها اللي قال لي المواضيع دي. قعدت قد ايه في الزواج؟ لا، الدكتور حسن قعدت معاه من تقريبا من سنة 55 حتى وفاتها. لكن لن تنجب. لا للاسف. احنا بنأكد بس كانت يعني اولاد اخواتها هم اولادها والله، وحتى جيرانها والناس اللي في القريه، كانت حب الناس دي كلها بالزبط. يعني حب الناس اللي في مصر واللي في بره والعالم مصر العربي كله، والعالم كله، فده يكفي يعني بالزبط. طيب بالنسبه بقى الرحله بتاعه تعبها او مرضها، مرضها كانت مريضه بالكلى، وكان في الوقت ده يعني العلاج كان صعب، وسافرت اكتر من مره، الى جانب التقدم في السن طبعا، فكانت الحياة في الآخر كانت بتعاني من كذا مرض وتعب، فيعني اتألمت كتير قوي، بس الآخر لحظة كانت عايزة فنها رقم واحد في حياتها وتهتم بيها يعني، وهي تعبانة يعني في أواخر أيامها خالص، كانت بتسأل على الشيخ سيد مكاوي خلص لحن، أوقات بتحلو عمل إيه يعني، يقول لها ارتاحي بس شوية وبعدين الشغل بعدين، كانت كل همها وكل فكرها الشغل والعمل والجمهور، وقد ايه حتى الجنازه لو حضرتك تشوفيها أيوة مصر كلها حزنت عليها. أكيد أكيد. هي توفت طبعا في 3 فبراير 1975، يعني كان يوم حزين جدا على مصر وعلى العالم العربي كله لما فقدوا سيده الغناء العربي ام كلثوم. أكيد. لحد دلوقتي ما فيش حد قدر يملى فراغها ولا هيجي، لان دي كانت اسطوره عظيمه ما فيش حاجه زيها. خلاص ايوه. وكمان هقول لحضرتك على حاجه، مش اسطوره بس في الفن وكده، كانت برضو شيك في لبسها، كانت بتلبس في غايه الشياكه والاناقه، شيك ومحترم وفي اناقه كده. استاذ معتز نورتني، وكانت حلقه حقيقي جميله وممتعه. انا بشكرك جدا، وبشكر كل اللي تابعونا، وبشكر كل الاعداد، وبشكر كل اللي موجودين في قناه الصحه والجمال. ميرسي، وحقيقي فعلا بتنورنا وبتمتعنا بكلامك الجميل. بشكرك جدا. فاصل وراجعين على طول.